أهم تحديث للترند الحالي وأخبار العملات الرقمية واتجاه السوق في عام القادم. صديقي تابع معي الفيديو للأخير لشوف أرباحنا من قناة التليجرام، وإذا كنت بتفضل صفقات استثمارية وضخمة انضم لألي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. شركة مايكروسوفت تعلن عن شراء البيتكوين لتصبح امتلاكها 132 ألف قطعة. البيتكوين مادام محافظ على وضعه، يعني شباب ما شفنا كتير هبوط حاليا بمناطق 16600 إلى مناطق 17700. شباب بشكل عام ركود بالسوق، لكن أغلب العملات البديلة وصلت للقاع، بعض منها كسرت القاع مثل عملة السولانا والجالا وعملة الإكس آر بي. شباب مع نهاية السنة دائما بنشوف عمليات بيع كبيرة للعملات اللي بالغالب بتكون خاسرة لبعض الشركات لتسديد الضرائب، لكن شباب ممكن نشوف بالشهر الأول انتعاش بالسوق، وبشكل عام ما في أخبار سلبية جدا إلا انهيار أسهم تسلا. وأنا شباب ما بتوقع هالشي يأثر على سوق العملات الرقمية، لكن بيأثر على سوق الأسهم. حاليا منطقة ملل ومناطق أعياد وعطل كتيرة، ما ممكن نشوف تحركات كبيرة بالعملات الرقمية، لكن بالغالب متأملين جميع المستثمرين يكون في أرباح ببداية السنة القادمة، لأن شباب أغلب المليارديرية خسروا كميات كبيرة تقدر ب 116 مليار، وبعض الشركات أفلست. صديقي حافظ على عملاتك وحاول تعزز بمناطق الدعم، وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة ألف تحية وشكر لك. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي